أكم واحد كانوا في شيفا من حماس؟ مو سهل متنوع يعني، حماس في أكثر من جهة، في حكومة، في مباحث، في. أنا بحكي معك على. نشطاء حماس. إيه؟ نشطاء حماس. مش أقل من 600 إلى 1000 يعني. في محلات معينة بالمستشفى هي تبع للحماس يعني. في أماكن معينة تابعة لمنطقة اختصاص اللي هو اللي سموه المنطقة الاختصاص الشفاء ومحيطها في التقسيم إلى قائدية، كان موجود هو وقائد فصيل عنده بعض الشباب. هذه فيها كان سلاح يعني. فراح انا حكيت للضابط معي قلت له وين في اماكن فيها تابع الجهاد، تكون زي الولاده مثلا، يكون فيها بيستخدموا مبنى الولاده تبع الجهاد كان بشكل كبير. فكنت واضح يعني وحكيت انا. اوكي، الجهاد يستعملوا بالولاده؟ اه زي المقر لهم تقريبا. وحماس؟ حماس في المبنى الشفاء الاداره والتخصصي موجودين فيه، وحتى الولاده الدور الاول البدروم حكيت للاخ في الشفاء.